أكد كبار الضباط في كلية علي الصباح العسكرية على الدور الكبير والتي تقوم به المؤسسة من خلال أداء رسالتها الوطنية السامية جيلا بعد جيل، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء صرح المؤسسات العسكرية الكويتية بشتى صنوفها. هذا وتولي قيادة الكلية العسكرية عناية فائقة واهتماما بالغا بتدريس العلوم العسكرية المختلفة، إضافة إلى العلوم الأكاديمية من عمر تأسيسها الذي يمتد لأكثر من 56 عاما. شامل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة برعايته وحضوره صباح اليوم حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين 23 بكلية علي الصباح العسكرية. وخلال سنوات الدراسة حرصت كلية علي الصباح العسكرية على تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري من خلال تسخير البعد التقني كخيار استراتيجي لخدمة البعدين الأكاديمي والتدريبي. منذ أن تأسست كلية علي الصباح العسكرية منذ عام 1968 يوجد لدينا نظامين تعليميين لكلية علي الصباح العسكرية. الأول وهو الخاص للحاصلين على الشهادة الجامعية، يكون نظام الدراسة فيه سنة دراسية ميلادية كاملة يحصل عليها الطالب على الدبلوم العلوم العسكرية، وتكون المواد اللي تدرس فيها هي مواد عسكرية بحتة بالإضافة إلى القانون العسكري والأوامر الثابتة للجيش. أما النظام الآخر وهو اللي حاصلين على الشهادة الثانوية العامة، تكون نظام الدراسة فيه طبعا مدة 3 سنوات دراسية، يحصل عليها على بكالوريوس علوم عسكرية ويكون دراسته فيها نظام العسكري والأكاديمي. نحن عندنا أنواع تدريبات، عندنا أنواع التدريبات التكتيكية لكيفية الدفاع عن الحدود، عن السواحل، الرمايات، الخارطة والبوصلة، فن القيادة، التوجيه، الأمور هذه كلها. عندنا تدريبات احنا نقول رياضية أكثر اللي هي المسير الطويل مع المعدات، عبور الطبيعة، قفز الموانع والحواجز هذه كلها. أهالي طلبة الضباط الخريجين من كلية علي الصباح العسكرية عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بتخرج أبنائهم متمنين التوفيق لهم في مسيرتهم بالعمل العسكري. خرج ولدي حمود ملازم مهندس والحمد لله والشكر، يعني فرحة لا توصف صراحة وشعور لا يوصف والحمد لله والشكر. تخرج أخوي سلمان عسى الله يوفقه ويستعمله في خدمة دينه وبلاده وبالتوفيق إن شاء الله. تخرج ولدي عسى الله طول عمره ويكون ذخر إن شاء الله لنا. والله شعور ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فرحة يعني بالأخص أحلى شعور أكيد. وخلال الحفل تم الإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الجامعيين الخريجين، وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.